ضمير الآثم لا يحتاج إلى إصبع اتهام، لذا ابدأوا بمحاكمة أنفسكم أمام ضمائركم، واعلموا أن شجرة الظلم لا تثمر، وأن من بالغ في استسلامه ضاق فكره عن رؤية الحقيقة، ومن صدق كذب الحياة سخر منه ضميره، وأن عواقب الصمت أشد خطورة من أسبابه. ولأن الضمير هو منارة الإنسان إلى الصواب، نستعين به لتحقيق الحلم العربي. لذا دعوا ضمائركم تنطق، فالضمير الأبكم شيطان أخرس.